نرحب بكم في هذه الليلة، إن شاء الله نكون خفيفين لطيفين عليكم. معنا جوالة المعهد الملكي صناعة ثانوي بالرياض، راح نستعرض معهم طابور عرض. تفضل يا رعد. الو يا راد، هيا يا راد. بالتوفيق يا حبيبي. المبين وكونوا جند رب العالمين. سيروا سيروا بالله المبين وكونوا جند رب العالمين. رددوا وقولوا، رددوا وقولوا الله، واهتفوا وقولوا، واهتفوا وقولوا تميز لنا لنا ولا لغيرنا، تميز لنا لنا ولا لغيرنا. سيروا سيروا بالله المبين وكونوا جند رب العالمين. كشفي كشفي عين واحد اثنين ثلاثة أربعة، 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 واحد اثنين ثلاثة أربعة. الله الله الله. أيدي أسبل لليمين در. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ويا أهلا وسهلا. الكل استريح. استعد ملكي. استريح. معاد. عد. جوال دوبان. مستعد. تحية خذ. أيدي أسبل. حراس العلم. خطوة للخلف خذ. لليمين در. وزنان هارول. أستاذ لكم تحية العلم. عموم سري. معهد. استعد ملكي. سري. معهد. عد. جوال دوما مستعد. تحية خذ. تحية المملكة العربية السعودية. 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 يعيش خادم الحرمين الشريفين. يعيش خادم الحرمين الشريفين. يعيش خادم الحرمين الشريفين. يعيش خادم الحرمين الشريفين. يا أسبل. أستاذ لكم الإنصراف. ثلاثة واحد ثري 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 ثلاثة واحد تحية خذ. الله. أيدي أسبل وطن. صفقة كشفية ابتدي. تفضل يا رعد، انت الشباب ما شاء الله عليكم ما قصرت. عادة انسر. اهلا وسهلا. تفضل. ان شاء الله تعالى. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف امورك؟ عساكم ما تعبتوا. الحمد لله. يا شباب استريحوا. يا رعد كيف الحال؟ كيف امورك؟ عساك طيب؟ الوضع ترى رياليتي مو رسمي. اكيد. خذ راحتك. ما هي الكشافه؟ انا ودي الشباب يعرفون ما هي الكشافه وما هي الجهود التي تقوم فيها الكشافه، وايش معنى الكشافه بالضبط؟ الكشافه هي حركه تطوعيه غير سياسيه مفتوحه لجميع الشباب، هدفها خدمه المجتمع وتطوير الذات. يعني نطلع حج، مساعده حجاج، ارشاد الحجاج التائهين. حقيقه اكبر الجهود اللي تقدمها الكشافة في الحج لها جهود كثير، لكن أكبر جهد يكون في اللهم صل على محمد الحج. أيضا العمرة في رمضان، الجنادرية،
أي تنظيمات مثل أسبوع الشجرة، أسبوع المرور، وأي خدمة عامة للمجتمع. حلو، جميل جداً. طيب مراحل الكشافة هي توقع ثلاثة أنواع مراحل الكشافة؟ الكشفية مقسمة على مراحل على حسب الأعمار، فيها براعم، وبعدها أشبال، بعده فتيان، بعده متقدم، بعده الجوال اللي هي مرحلتنا، مرحلة الثانوي والجامعات والكليات، ما بعد مرحلة الجوالة قادة، بعد القادة الرواد. طيب ممكن أعرف من مؤسسة جمعية الكشافة العربية السعودية ومن النائب؟ مؤسس جمعية الكشافة العربية السعودية يكون وزير التعليم، نائبه الدكتور عبد الله فهد. ما شاء الله. طبعا النائب ثابت الدكتور عبد الله الفهد. أكيد النائب ثابت. كلما تغير وزير تعليم على طول يجي على منصبه يكون مدير جمعية الكشافة العربية السعودية. جميل جدا. شباب أحد عندهم داخل مشاركات شيء؟ تفضل. المبادرة الله يخليك الغير مستغربة منك، والشكر موصول للشباب الله يعطيهم العافية. أنا صراحة بما أني أنا أحب التطوع، أنا عضو في منصة التطوع الصحي، وسبق أن تطوعت وتم اعتماد لي تقريبا حول 897 ساعة تطوعية، وهذه منصة معتمدة من الدولة، جميع ساعاتك العمل التطوعية تسجل لك. وكان لي كذلك محاضرة بالتعاون مع جامعة سلطان بن عبد العزيز، كلية العلوم والدراسات الإنسانية قسم البنات في حوطة بني تميم، وكنت مسوي محاضرة عن بعد، فكنا نتكلم عن التطوع بشكل عام. فاللي شد في الموضوع يا جماعة الخير أن أغلب الناس اللي يحبون هذا العمل تجدهم من الشباب والبنات، ومثل ما قال سمو سيد الأمير محمد بن سلمان أنه الشريحة العظمى من سكان المملكة العربية السعودية أغلبهم في فئة عمر الشباب، فهذا هذه بيئة خصبة جدا للتطوع. فأنتوا اليوم نقلتوا لنا صورة حية من التطوع اللي حنا دائما نحث الناس أنهم يتجهون له. شكرا لكم وشكرا سلطان. صفقة كشفية بتدي. والله أنت روعت حزفتك تنافق علي. تفضل. الشباب بالخير، الله يعطيهم العافيه. الله يعافيك عبد المجيد، ما شاء الله عاد جاري الله يعافيه، ما شاء الله منور اليوم. نعم عبد المجيد، الله يرضى عليك. وانا من زمان ودي اشوفه والله، ما شاء الله ابدعه والشباب والاكثر فيهم. بس عندي سؤال لهم، وش سر التحيه هذه اللي هي التحيه الكشفيه؟ اقول لك ايش سر التحيه الكشفيه. ليش مخصصين ثلاث اصابع تختلف عن التحيه العسكريه اللي هي الكبير يحن على السريع؟ ممكن يشرح لك راد. هذه التحيه الكشفيه، الله ثم الملك والوطن، الكبير يعطف على الصغير، الصغير يحترم الكبير. يا سلام. ما شاء الله تبارك الله. تفضل ولي. انا ودي اقول الصفقات. لا سرعه بالله. صفقه كشفيه ابتدي. لنا صفقات عده ترى. انا ابغى صفقه. تفضل فهد. اولا الامان اشكر اخوي سلطان الامير، اقول له بيض الله وجهك، وبرضو الشاب بيض الله وجهكم ما قصرتوا. بس أنا أخبر في الكشافة زمان، أنا عندي سؤال بسيط بس، كان اللبس أزرق، ما أدري أنا شايف اللبس أبيض، فهل في لباس مختلف أو إنه اللباس تغير؟ لا اللباس تغير طبعا، اللبس على حسب المرحلة. عندك المتقدم لبسهم بيجي سكري، أول كان بني كامل، جهز المقطع، الجوالة أزرق، والآن أبيض وكحلي. أنا لحقت ترى في الابتدائي على الأزرق. لا الابتدائي صحيح، الابتدائي مرحلة الأشبال. طيب شكرا لك يا فهد. الآن معنا سلطان بعدنا، مستعجلين علي الشباب هنا في الأربيس. يا شباب تحرجوني كذا والله. تفضل والله. كم طيب عندي أول شيء زملاء أبيض الله وجهك سلطان، وجم الله حالك على المبادرة الطيبة هذه، وهذه غير مستغربة منك، أنت قدمت لنا مبادرات قبل وكلها كانت بيض الوجه، واليوم جبت لنا الشباب دول الطيبين ما شاء الله تبارك الله، اللي أبهروني أول حاجة في التنظيم اللي صاير، يعني ولا خطوة كانت غلط عن الثاني ما شاء الله تبارك الله. أنا سؤالي لكم، بما أن الفرقة هذه فرقة غير سياسية وغير يعني مدفوع لها، أنت إيش هدفك أنك تفرض على عمرك أنك تتبع الخطوات والتنظيم والجهد هذا الكبير بدون أي مقابل مادي؟ اللي أسسها اللي هو اللورد بادن باول، مؤسس حركة الكشفية، حط لها هذه القواعد والقوانين ووعد
كشفي وقانون كشفي. فالأصل هو كان عسكري، لكن الكشافة غير عسكرية وغير سياسية، لكنه هو يعني استنبطها من الله محمد تدريباتهم العسكرية، هو بحيث الأوامر. يعني معنى عندي 40 شخص أو 50 شخص أبغى أحركهم مثلا لليمين أو لليسار أو على شكل معين بإيعاز. أنتوا أبدعتوا فيها ما شاء الله تبارك الله. بس السؤال اللي أسألك إياه، أنتوا هدفكم كل واحد هدفه ليش إنه يخش الفرقة الكشافية هذه بدون مقابل؟ تطوع، خدمة للناس يعني. أكيد خدمة. الله يجزاكم طبعا خير. توضيح لكلام وليد، الآن تطوع يعطوك ساعات تطوعية، ساعات تطوعية لنا تمدوها توقع وزارة العمل تفيدك إيه؟ فعلا تفيدك لأي وظيفة قادمة لك إن شاء الله. ما في صفقة كشفية؟ صفقة كشفية، صفقة كشفية تيدي. تفضل عمدة وارجع لك. عمدة آخر كلمة. اول شيء بما اني العمده باسمي وباسم الشباب جميعا اقول الله يحييكم، مرحبا ومساء الله يحييك ويسلمك. شغال مايك؟ شغال سلطان؟ ايه بعد شغل المقطع. إيه. ثاني شيء لا شغال امور زين. مثل ما قلت مرحبا ومسهلا، الله يبارك وشرفتونا، ومثل ما عرفناكم مبدعين. انا بس عندي عتاب بسيط، تمنيت ان النشيد الوطني يكون موجود. ابد ابشر ابشر بالنشيد الوطني. هم يحطون النشيد الوطني لكن انتم مخلينه في النهايه صح؟ احنا مخلينه في الفقره النهائيه النشيد الوطني. طيب ما عليه ما عليه. عندنا الان مقطع بنشوفه بس طيب. لضيق الوقت ان شاء الله تعالى نشوف المقطع يا شباب. ايش قال؟ ايش قلت؟ لا بس اعتبت عن النشيد الوطني. إلى موئل النور تهوي أفئدة المحبين من كل فج عميق، تتدفق مشاعرهم برؤى إشراقة النور وذكرى من بالأمس مروا من هنا، تنفح التلبية في جموعهم. سبحان من جعل بيته مثابة للناس وأمنا، حجوا إليه كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء من قبله. هنيئاً لمن أدى الحج فهو سعيد، هنيئاً لمن كتب الله له ميلاداً جديد، الحمد لله الذي وفق ضيوفه الكرام بعد أن أتوا من كل فج عميق ليدوا مناسك الحج بكل يسر وسلام، وقد عادوا بكل أمن وأمان، شكراً بلاد الإيمان بعد نجاح الحج هذا العام. إن ديننا الحنيف علمنا أن الجزاء من جنس العمل، فإن أكرمت ضيف الله أكرمك الله، وإن أعنت ضيف الله أعانك الله. شكرا لكل من عمل من مدنيين وعسكريين، شكرا ولاة أمرنا، شكرا للكشاف. من الجبل شكرا لكم جميعا. إشهد الله أني عارف مشاعر كل واحد ودي يشارك في هذه الفقرة. نظرا لضيق الوقت أنا حابة أقول إن شاء الله وعدكم في فقرات قادمة وأجمل ونبحر مع بعض في وقت طويل. وعفواً يا راكان، ونختم بصيحة كشفية مع الشباب. نوقف بس يا شباب. يا خوخ رمان تعالي من جوا البستان تعالي، هي ليلى يا ليلى يا ليلى ليلى الله. يا خوخ رمان تعالي من جوا البستان تعالي، هي ليلى يا ليلى يا ليلى ليلى الله. ليلي يا طير قاشا، هي ليلى يا طير قاشا، وحبيبي سافر الشام، وحبيبي سافر الشام، هي ليلى يا ليلى يا ليلى ليلى يا ليلى، هي ليلى يا ليلى يا ليلى ليلى ليلى. عشقنا من سنين، عشق الكشافة في قلبي، عشق الكشافة في قلبي، هي ليلي يا لي، هي ليلي يا لي، هي ليلي يا لي، هي ليلي يا لي. الله دلوني عليه، دلوني عليه، يا لي حي يا لي حلي، يا لي حي يا لي حلي، يا لي حي يا لي حلي، يا لي حي يا لي حلي. نزلت السوق اشتري قالوا لي الواقع غالي، يا لي حي يا لي حلي، يا لي حي يا لي حلي. نزلت
كنت السوق اشتري قالوا كاريزما غالي يا لحى يا لحلي يا لحى يا لحلي واسلم وسلم يا سالم اسلم 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 وسلم يا سالم يا ناس يقولوا معي يا ناس 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 والخير في وجهك يا سلمان 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 والعدل في مجلسك نبراس والعدل في مجلسك نبراس والعدل في مجلسك نبراس والعدل في مجلسك نبراس يقولها الشعب لك والله يقولها الشعب لك والله يقولها الشعب لك والله يقولها الشعب لك والله صفقة كشفية ابتدي لك انت الشباب براد تستاهلون والله مو بيدي انتم عارفين الوضع ما يحتاج يلا نستودعكم والله مشاهدينا الكرام وشكرا لكم يا شباب وشكرا للشباب الذين شرفوني من الرياض اشهد الله انهم ما قصروا على امل ان نلتقي في مره اخرى استودعكم الله يعطيك الصحه والعافيه يا اخ سلطان حبيبي يا سلطان من وين حبيبي من وين حبيبي يا سلطان من دبي حبيبي ان شاء الله مره ثانيه مبروك يا حبيبي شرف لنا حبيبي الصمت الظاهري حبيبي يا عامل الشباب اي اكيد فيها كشف شكرا يا عمده كيف حالك طيب هلا والله حبيبي يا عبد الرحمن شكرا لكم انتم ولحضوركم